تسلل، تتسلل المسك في هذه اللحظات على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول، تنتزع الفوز، تنتزع الناموس، المسك المسك المسك. إذا بطلت هذا الشوط الأول الرئيسي. سلام 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 وتحية واحترام هناك لأهالي فلي بن معلة على هذا الفوز، بهذا الفوز، بهذا الأداء المميز الجميل في الشوط الأول الرئيسي على هذا الأداء الجميل. هنا أيضا بنقول سلام سلام زعبيل سلام، وسلام أيضا هناك أيضا المزهر على هذا الأداء المميز ولحظة الوصول إلى خط النهاية. العديدة ها هي شخصية تشاهدونها على الصدارة على المقدمة. سلام جلفار سلام سلام رأس الخيمة على التحدي. شكرا يا خليفة يا بن حلوقة، خلاص ما تحتاج أوامر، تهانينا تهانينا والناموس الحمدان بن سالم بن سعيد بن حلوقة على فوز شخصية بالمركز الأول. رفيعة سلام سلام يا رفيعة، أسعدت صباحا يا أهالي السلطنة هنا بهذا الانطلاق. تهانينا لعيسى بن سعيد بن محمد العويسي، شكرا يا ابو محمد على هذا الاداء المميز الجميل، شكرا يا سعيد يا ابن محمد العويسي ولحظه الوصول الى خط النهايه مع حشيم. تهانينا والناموس المركز مياسه وشيمه، ولكن شيمه من تسلل على الصداره على المقدمه على المركز الاول. سلام للفوعه سلام على هذا الاداء المميز الجميل. تهانينا لمحمد بن سلطان بن ميرين نكتبي على هذا الفوز الجميل. مياسه محمد بن سلطان، محمد بن خليفه بن درويش الفلاسي. لأهالي نزوه السلام لأهالي نزوه في هذا الانطلاق. سلام سلام وتحيه واحترام الراشد بن علي بن عبيد بن غدير نكتبي على فوز الاسد بالمركز الاول. تهانينا وناموس ولحظه وصوله الى خط النهايه معلن الفوز وناموس. تهانينا تهانينا لابو عبيد على هذا الفوز المميز الجميل. سهيل بن عبيد بن عبد الله بن ميع السبوسي على هذا الاداء المميز الجميل. ما هي الا لحظات وتصل رتاج بفوز مستحق جميل وانفراده متميزه. هي اوامر تذكر. تهانينا والناموس انطلق مع الاوامر النهائيه، انطلق الى الفوز والى الناموس. تهانينا تهانينا على هذا الاداء المميز هنا لعبد الله بن سالم بن سلطان لقتبي على هذا الفوز الجميل ولحظة وصوله إلى خط النهاية. تهانينا والناموس. المسيطرة على الصدارة على المقدمة على المركز الأول، تسيطر على مقدمة هذا الشوط بهذا الفوز وبالناموس. سلام نزوة سلام للمرة الثانية في هذا الصباح. تهانينا لراشد بن علي بن عبيد بن غدير على هذا الفوز المميز الجميل. هناك وصلت سويحان نزوة سويحان. الله التحديات الأخيرة التحديات الأخيرة. يا سلام العفريت سرابة عفريت سرابة سرابة العفريت 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 هي الأقرب للفوز. سلام أهالي طوي نزوة سلام على هذا الفوز المميز الناموس. تهانينا لمطار بن عبيد بن غدير.